على مراهقة بتاعتك، كانت مراهقة عادية؟ كان في حب ابن الجيران؟ كان في حاجات؟ طبعا. طبعا هقول لك على حاجة. هو انا كان ايه يعني بيعكسوني كتير. ايه اللي تلاقيه ماشي ورايا؟ ايه اللي تلاقيه واقف تحت باب البيت؟ ايه اللي تلاقيه يوم الخميس وهو خارج من كلية البوليس؟ اليوم الماما خميس وجمعه، تلاقيه جاي من اول الشارع باللبس بتاعه من بعيد كده، بس يعدي من تحت البيت. انا الحكايه دي كانت تعمل لي سعاده داخليه قوي قوي، ان انا يعني ولما انزل وحد يمشي ورايا وحد كده وقتها، بس ما كنتش اعرف حته ان الحب او هي كانت ساعتي ان دول بيبصوا لي. انا مرغوبه، انا محبوبه، ان دول بيبصوا لي، فهمني. لما بدينا بعد كده بقى نحس بالحكايه والقلب يدق بقى على اسمر يا اسمراني، والاغاني بتاعت عبد الحليم حافظ، احس بقى بالسن بتاع المراهقه، القلب يدق ده، وعايزه اقعد مع نفسي واعيط واعيط وانا مش فاهمه ليه. يعني المراهقه دي يعني فعلا لما يقول لك لازم البنت تتمسك قوي او ليه، لان سن المراهقه ده من اخطر ما يمكن. كانت الوالده بتنصحك في الفتره هي دي؟ لا، الوالده كانت شديده قوي. لا، كانت شديده قوي، والخروج وما فيش تاخير. لا، التاخير ده تقول لك الليل ليل، اذكر الكلمه دي، تقول لك الليل ليل ما فيش خروج ابدا.